عندي لك سؤال ثقافي، سؤالنا الثقافي العدد اليوم يقول ما هو الصهيود؟ كلمة الصهيود ماذا تعني؟ كلمة الصهيود والله ما على بالي. الصهيود أنا وحدة، أنا ديجا أصلا في فصل الصيف. الصهيود الصاد عصخانة هذيك هي سمى الصهد سخانة بزاف. نعم إجابة صحيحة، في الصهيود يعني شدة الحر، تكون الحرارة كثيرة شديدة نقولوا الصهيود، فهي كلمة من القاموس العربي. شيلي، احنا نقولوا له شيلي. من أي ولاية؟ من باتنا. الله يبارك، تقولوا الشيلي. نقولوا الشيلي. لما تكون الحرارة كثيرة. إيه نقولوا لها شيلي. صح.